أنا مصطفى بالقليل أتعوق بحب نفسي راح الدليل واحد منا عايش ومستقبله كم ما في شيء في الحياة أنا مش عارف الحياة أنا مرة بالقليل أتعوق بحب نفسي راح الدليل واحد منا عايش ومستقبله بيده ما في شيء في الحياة أنا مسميه الدنيا قامت تتغير وأنا ما تغير كان الزمن حكم علي مأبد وتحسر ما صرت افكر مخي وعقلي يتفكر واحلامي اللي تمنيتها الحين صرت اشوفها تتاخر ليه انا وصلت هذه الحدود ضاقت فيني الدنيا وصرت كاني ماني موجود حالي الدهور والمؤشر وصل لوضع الهموع حرام اللي صار فيني تحت كل هالضغوط من ايام زمان والاحلام والذكريات وين الاماني اللي كنت افكر فيها ساعات مش كل شيء خلاص من راسي انتهى دهى قليل اقول كل شيء ينبحى رامي هذا العزيمه والاصرار اللي كاتب فيني كنت اول انسان طموح نفسي اركب لامبورغيني هذا الحلم من زمن صغري انا ابغى يتحقق اني امام فخم قصر مش عارف الحياة أنا مرضى بالقليل أتعوق بحب نفسي راح ألقى دليل واحد منا عايش ومستقبله بيده ما في شيء في الحياة أنا مسميه مستحيل مش عارف الحياة أنا مرضى بالقليل أتعوق بحب نفسي راح ألقى دليل واحد منا عايش ومستقبله بيده ما في شيء في الحياة أنا مسميه مستحيل ايوه كابح بصعب الظروف مش عارف الصبر عشان أغير من وضعي لازم للنهاية استمر وأعرف حتى أحلامي فهذا زمن تتأخر زمن اللي يحكمني أنا المصير يا قرر أول شيء أفكر موضع السلبية لأن الأوضاع السلبية توصلني لأمغابية ثاني شيء أقرر أنا من جديد بس شيء لو جبت شيء فهمت وبعرف إنه حتجيبني حي ثالث شيء فكرة اللي أكونها تكون إيجابية لو كانت إيجابية في جيبين الله هدية أنا كل اللي علي أخلص في العمل ودية حقق نص أحلامي وادعي الله يحقق البقية إذا بتضحك علي يا أبو ما في شيء مستحيل دم يدي بتصنع الفرق خلي الفرق بين الدليل قل عني اني مجنون او قل عني اني متهيئ اهم شي حقي خلي صح واعيش كل خير مش عارف الحياة انا مرضى بالقليل اتعوق بحب نفسي راح القى دليل واحد منا عايش ومستقبله بيده ما في شي في الحياة انا مسميه مستحيل معقولة اسوي 10,000 ريال كنت ابغى 10,000 كان حلمي 10,000 فلما سويت العشرة قلت بس لو تصير 50,000 جات 50,000 قلت بس 100,000 يجي صفر هذا واجد علي انا عمري ما وصلت حياتي الى 100,000 انا سويت 100,000 معقولة اسوي 150 سويت 150 بعدين صرت افكر اقول يا اخي لا اله الا الله ما بقول معقول اوصل 200 اقول انا متاكد اني بوصل مليون لانه موجود الاهداف الصغيرة اعطتني حتى الدوافع اني اكبر لكن لما يكون عندك حلم كبير بيسمع لك رؤية عظيمة وختاما تأكد أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نقلنا من قوم نرعى الغنم إلى قوم نرعى الأمم بالرؤية والهدف.